رفعت يظن ان اذا ذهب للدعوه يجد الطرق مفروشه بالورود ويروح طياره خاصه صحيح والطعام والشراب ها كيف افريقي؟ الله المستعان. والله يا اخي هي دعوه الى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثق تماما انك لن تجد عشره بل عشرة ما وجده النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوه. ومع هذا عليه الصلاه والسلام يعني ما تروح مكان الا والناس يقولون حي هلا يعني الحمد لله اكرام الحقيقه يعني وفيه يعني تفاني في خدمه يعني الداعي الى الله عز وجل ولا يعني الطبيعه الموجوده هناك يعني لا تظن انها طبيعه يعني حاره وفيها يعني جفاف يعني بالعكس الطبيعة الناس هناك يذهبون للنزهه يعني اوروبيون ياتون الى هذه الاماكن للنزهه وفيه يعني في اشياء يعني مخالفه لما اعتدت عليه لكن ليس كل مخالف يكون اسوء دائما يعني بل قد يكون احسن وان وجدت شيء فهو في سبيل الله عز وجل يعني مهما وجدت يعني من اشياء فهو في سبيل الله. التنصير كيف يذهب الى اماكن وكذا ويصبروا يذكرون قصه ان رجل داعي الى الله قال لاخوانه او للمنظمه او للمؤسسه قال انا لا تودوني للدعوه الا لاوروبا فقط. اي نعم. يعني اما غيرها فانا ما اريد. قال والله ما في الا في افريقيا. اي نعم. فقال والله افريقيا تعرف يعني فيها امراض وفيها كذا. ايه. فاحد الاخوه كلمه قال له اذهب معنا الى افريقيا وكل ما تحتاجه سنوفره لك. تمام. الفندق 5 نجوم او 7 نجوم، السياره الفارهه، اي شيء تريده هذا علينا احنا. اي نعم. المهم تذهب. تعال. ايوه. فذهب سبحان الله. وفعلا وفى الاخ يعني يعني بشرطه. ويوم من الايام قال له خلينا نتجول في القريه. قال ايش فيها القريه؟ ما في ايش فيها؟ ما فيها لا اسواق ولا فيها منتزهات ولا فيها اي شيء. قال تعرف على قضايا الناس. نعم. يقول فسبحان الله وانا اتجول واذا بفتاه بيضاء. نعم. مع هؤلاء الفارقة يعني تعلمه لا تجذب الماء معه من البئر ايوه فقال منها قال هذه نصرانية جاءت قبل 5 سنوات الان عمرها 22 يعني هي عمرها 17 سنة جاءت في التنصير جاءت وعاشت معهم يعني بظروفهم واحوالهم ما في فنادق جالسة في هذا عشتها يقول انا كنت لما جيت القرية هذه ظننت اني انا شيخ الاسلام سبحان الله يعني اني انا ابليت في الاسلام بلا ما بلا ما فعل ما يدري ما صنع شيء واذا بهذه المراه قبل 5 سنوات جاءت ولم تتحرك من مكانها ما رجعت وانما جالست عاشت معهم واكلت معهم اكلت طعامهم وعاشت حياتهم ف يعني ليست المساله يعني في غايه السهوله وليست هي في غايه الصعوبه وهذا كله يعني يرجع للاخلاص اذا اخلصت العمل لله عز وجل فسترى ان هذا كله حتى اذا رجعت الى بلدك يعني ترى انها حكايات جميله تتمتع يعني بذكرها يعني صحيح لكن مغامرات يعني لكن في سبيل الله والاجر المتحصل لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم حتى المسلمين يحتاجون الى دعوه والناس يعني والله ما تاتي الى مكان الا وهم يقولون حي هلا اللي تقوله انت كانه كتاب منزل يعني ما يردون لك اي يعني اي شيء سبحان الله والله مره نزلت من المطار قبل الفجر احنا اذان قريب الفجر يعني واحنا ماشيين في قريه قلت خلينا نصلي نصلي في المسجد يوم صلينا واذا المسجد هذا تعرف الادعيه بعد الصلاه وكذا فقلت الاخ يعني خلينا نتكلم كلمت قال والله اول مره نعرف ان هذا خطا سبحان الله إيه اول مره نعرف ان هذا خطا خلاص ما عاد نسوي الحمد لله ما عاد نسوي هذا الامر ابدا يعني سبحان الله شوف كم من اجور بعد هذا يعني الناس مقبله الناس بس تبغى من يعلمها من يفقه في دين الله عز وجل واحنا والله يعني تمضي اعمار يعني علينا البلاغ الشيخ والهدايه بيد الله والهدايه بيد الله وتبشر بخير يعني الناس يعني مقبله ما تجد احد يردك يعني رحت مره الى مسجد في تنزانيا كان معي واحد من طلاب الجامعه رحت للمسجد وتكلمت عن يعني الاتباع والسنه والاتباع وكان في تكمله قلت خلاص الاسبوع القادم ان شاء الله او غدا ان شاء الله اتيكم هذا يوم الخميس يوم الجمعه اتيكم
فلما رجعت وإذا بهذا الطالب يعني كان على خلاف ما تربى عليه في الجامعة. سبحان الله. أيوة. فهذا يتحمل إثم كبير سبحان الله. يعني الطالب إذا رجع من الجامعة المؤمل فيه الدعوة إلى الله والدعوة إلى السنة والخير، لكن بعض الناس يتبع هواه ويريد المادة يعني. الله المستعان. فكان يقول لي والله الناس استاءت جدا من المحاضرة، استاءت جدا. هو يقول لك أنت. أيوة. أي نعم. وليتك يا شيخ ما تدخل في هذه الموضوعات، تعرف هذه أشياء تربوا عليها هم البدع هذه. الله المستعان. تربوا عليها. فقالوا الشيخ بكرة لا يجينا. لا يأتي. لا يأتي. فسبحان الله جاء صلاة الجمعة تسمي أنا أخطب في مسجد. وكانت السفارة مهتمة جزا الله خير، هي اللي نظمت من هذا البرنامج يعني. ما شاء الله. أيوه. ما شاء الله. يوم جاء وقت الصلاة ما جاء، استغربتها. فكلمني السفير أو القنصل، كان ذكر القنصل، قال لي هل جاء؟ قلت له والله ما أحد جاء. فأرسل لي واحد آخر. قال لي جاء وقال لي فين رحت؟ قلت والله منطقة الفلانية أمس، وقلت لهم عندي محاضرة ولكن الأخ ما جاء يعني. ولا جاني شو اسمه الجمعة. قال لي خلاص أنا ودي كان عارف المسجد. تمام. فرحت وتأخرنا بعد الصلاة، يعني ما وصلنا لصلاة المغرب يعني. أنا. وإذا بالناس تنتظر. تنتظر. أيوه سبحان الله. سبحان الله. يوم جيت قالوا إيش تأخرت ونحن كلنا نخرج من المسجد ونحن ننتظركم. الشيخ قال غدا سيأتينا. يعني ألقيت المحاضرة وكذا. وقلت له والله أنا ظلمت أنكم أنتم ما تبغوني. ما تبغى السنة. أي ما تبغوني. قالوا له مو صحيح. قال والله إحنا فرحنا نبي بمحاضرتك. ما شاء الله. فرحنا جدا بالمحاضرة. وأنت تنبهتنا على أذكار. على الأذكار. لا غير هذا، على أذكار يعني إنه لابد الأذكار تكون يعني على السنة، على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأعطينا بالله إذا عندك كتاب أو شيء كل الأذكار فيه صحيحة، نبغى أذكار صحيحة ما نبغى شيء ثاني. ما شاء الله. فالناس مقبلة يا أخي، والله الناس مقبلة، بس تحتاج يعني من يذهب ويتكلم معها. كان الشيخ، أنا الشيخ ربيع الله يحفظه. آمين. كانوا راح مرة زيارة للسودان هو يقبلنا الشيخ. أي نعم. فيقول قالوا يا شيخ لا تتكلم عن كذا، تتكلم عن كذا. قال الشيخ أنا أعرف إيش تتكلم. نعم. يقول فذكرت حديث عائشة، أظن هذا اللي ذكره الشيخ، حديث عائشة من قال من زعم أن محمد يعلم الغيب فقد كذب. نعم. فإن الله عز وجل يقول قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يقول وأخذت تتكلم عن هذا الحديث والله ما أحد أنكر علي بكلمة. الحمد لله. إيه. أتكلم عن الصوفية وأتكلم عن بعض يعني مخالفاتهم، لأن أنا ما تكلمت إلا بقول بقال الله وقال الرسول. ومن التمس رضا الله سبحانه بسخط الناس رضي الله عنه ورضى عنه. يقول ما أحد والله خالفني، وبالعكس كانوا معجبين يعني بالمحاضرة والدرس. فهي تحتاج يعني بس يعني شوية عمل ويعني وبذل يعني ترك شيء من متاع الدنيا، وأنا أظن أنك ستجد يعني أفضل مما تركت يعني. الله كريم. الله كريم. الحمد لله. يعني في الدنيا أقصد، ولا في الآخرة فلا شك أن الداعي لله. أسأل الله يتقبل.